في طفل بيكون مؤهل نسبيا اكتر من طفل تاني، لان في استعداد نفسي عند طفل بيختلف عند التاني. في طفل بيكون راح قبلها حضانه بالظبط، وفي طفل ما بيكونش راح، وفي طفل بيكون راح الحضانه وقضى طول وقت الحضانه عيان زي ما كل الناس الاطفال بتبقى بالزبط. اول ما بتروح الحضانه بتاعي فما استفادش قوي، وفي طفل طبيعته ان هو بيفضل حابب يفضل في الكومفورت زون بتاعته، فبعد ما خلص عقبه انه دخل الحضانه لقى نفسه بينقل بيروح مدرسه. حقيقي دي كلها عوامل بتخلينا نشوف فروق فرديه واضحه جدا في سنه اولى دراسه في حياه الطفل. بنلاقي اطفال، كل الاطفال بتترب في اول يوم او اول اسبوع، كل الاطفال ما حتى يعني مهما كان درجه استعدادهم النفسي او درجه تاهيلهم كمان، لكن في اطفال الفطام ده، دي مرحله اسمها مرحله فطام مهمه، فطام نفسي مهم، بتعدي اوام بسرعه نتيجه لعوامل كتير، اهمها طبعا انه راح الحضانه، والحضانه دي بقى بيجي دورها واهميتها، انه مش معنى انك قاعده في البيت او مثلا انت ربه منزل مش بتشتغلي معنى ده انه الحضانه مش مهمه. لا، الحضانه مهمه جدا، واختيارها مهم جدا جدا جدا، لان في حضانات بتحتضن الطفل بس، يعني ده دورها انها بتحتضن الطفل لحد ما اهله يجوا، سواء بيشتغلوا او لا لحد ما اهله يجوا، فتلاقيها بترعى مش بتاهل، لكن دور الحضانه الحقيقي هو تاهيل الطفل للمدرسه من كل النواحي، اجتماعيا ودراسيا ونفسيا ومن جميع النواحي، ده دور الحضانه. نيجي بقى للنقطه الاهم اللي هو استعداد الطفل، زي ما بتقولي كده ان هو مش حابب يطلع من الكومفورت زون بتاعته. النوع ده من الاطفال مش هتلاقيه عنده مشكله في الدراسه او في المدرسه بس، هتلاقيه عنده مشكله في غياب الام عن نظره ولو للحظات، فنلاقيها لو راحت عند جارتها في مشكله، حب التملك، مش تملك، قلق انفصال، الاحساس بالامان في وجودها بزياده، مش قادر يحل مشاكله او يواجه مواقفه بدونها، فهتلاقي عند المشكله دي الطرفين فيهم مشكله. يعني حتى الام اذا سابت ابنها عند مامتها مثلا وتشز مكان آمن وواثقة فيه وكل حاجة، تلاقيها كل خمس دقايق بتتصل بيها، الولد عامل إيه، الولد عامل إيه، فهي القلق ده بيبقى من الطرفين، من الأم ومن الطفل، فده لازم يتحل وبسرعة قبل دخول الطفل المدرسة، لأن بتبقى مشكلة كبيرة، والمدارس ما بتبقى not qualified أو غير مؤهلة لعلاجها، لأنه بيبقى موقف محتاج علاج نفسي مش تأهيل بس، مش تربية.